هنا عندنا النقطة السابعة اللي هي being inactive، وطبعا هي شغلة مهمة تأثر لي على الريسك مال كارديوفاسكولار ديزيز. زين، فهنا يقول لي الفيزيكال inactivity يعتبر important contributor من العوامل الأساسية للكورينري هارت ديزيز. الكارديوفاسكولار بينفيت اوف ريجولار فيزيكال اكتيفيتي، يقول لي شو اسمه الكارديوفاسكولار بينفيت، الفوائد الكارديوفاسكولار بينفيتس اوف ريجولار فيزيكال اكتيفيتي، يعني فوائد الكارديوفاسكولار اللي او فوائد الفيزيكال اكتيفيتي بتنظيم عمليات الكارديوفاسكولار، هي تتضمن انه اقلل البلد بريشر، يعني انا شلون راح احافظ على الكارديوفاسكولار اكتيفيتي عن طريق الفيزيكال اكتيفيتي. الفيزيكال اكتيفيتي عندها فوائد على الكارديوفاسكولار بتقليل البلد بريشر وتقليل الوزن او كنترول الويت او اقلل الويست سيركومفيرنس، انه اقلل حجم او يعني محيط الخصر، يعني احنا قلنا انه تقليل الدهون غالبا بهذا المكان راح يقلل لي الخطر للكارديوفاسكولار ديزيز. زين، يقول لي كل هاي العوامل تساعدني على انه اقلل الخطر، reduce the risk of developing cardiovascular disease. Current recommendation of for excessive are at least 2.5 ساعة أو 150 دقيقة. زين، هنا نجد يقول لي إنه الدراسات الأخيرة أو إنه التوصيات الحالية بممارسة الرياضة تقول إنه ممارسة ساعتين ونص، يعني ما يعادل 150 دقيقة من المودريت أكتيفيتي من التمارين الرياضية المعتدلة، أو 75 دقيقة من شو اسمه ريغوراس من التمارين يعني الرياضية الصارمة لمدة أو كل أسبوع بالنسبة للأدولت، يعني أما 150 دقيقة أو 75 دقيقة. هاي هنا أنا موديريت، وهنا أنا شنو تكون ريغوراس، يعني إنه تكون صارمة أو يعني كثيفة. فهنا هاي كلها بير ويك، يعني كل 7 أيام واحد يمارس، يا أما 150 دقيقة أو 75 دقيقة. 150 تمارين معتدلة، 75 تكون تمارين صارمة. زين، بالنسبة هسه للإكسسيف الكحول، بالنسبة لتناول الكحول، يقول تناول الكميات كثيرة من الكحول زين راح تأثر على your health، على صحة الإنسان زين، وتسبب لي خطر at a risk in a number of way. This is because when taken in excess، يقول عند تناول الكحول بكميات كبيرة، فالكحول هذا ايش راح يسبب لي؟ راح يسبب لي ضرر بالهارت وبأذر أورغان، يعني هو يأثر على القلب وأيضا يأثر على الكبد، يعني احنا ماخذين سابقا انه يسبب تشمع بالكبد. It can directly damage the heart muscle، يعني يقدر انه بصورة دايركت يسبب لي تلف بعضلة القلب زين، ويسبب irregular beating of the heart. زين، يعني قلنا انه يسبب لي تلف بعضلة القلب ويسبب عدم الانتظام ب يعني دقات القلب. زين، وبعد شنو يسبب لي ايضا بزيادة الوزن، الويت جين هاي وهاي ترايغليسيرايد، ويسبب لي زيادة بالال دي ال اللي قلنا انه هي الدهون الضارة. زين، وايضا يسبب لي ارتفاع بضغط الدم، ويسبب لي جلطات وكانسر، هاي ما عدا انه يسبب لي اكسيدنت حوادث and violence اللي هو العنف. زين، فيقول لي there are many reasons to keep alcohol consumption within reasonable limit، يقول انه اكو العديد من الاسباب انه اني احافظ على او احد من استخدام الكحول او استخدمه يعني بكميات قليلة. طبعا انه احنا هذا المصدر مارتنا اكيد يعني هو مدى يحكي على
إنه العراق وكذا هو هذا المصدر يعني مال دول، شو بريطانيا شوف لو بريطانيا لو أمريكا، فإحنا أصلاً ما عندنا هذا الشيء مال تناول الكحول وكذا، يعني ما موجود أقصد بالمجتمع مالتنا حتى نقول نقلل من عنده أو كذا، هو أصلاً معدوم. زين هسه عندنا شنو؟ عندنا استرس. استرس يقول a certain amount of stress may be desirable، يعني يقول إنه ممكن يكون الإجهاد هو يعني أحتاج مرات الإجهاد. ليش؟ يقول لي لأنه يخلي الـ people alert and motivated، زين يخلي الناس بحالة إنه يعني يكونون جاهزين أو يسوي لهم تحفيز. يعني إشلون؟ مثلاً واحد ليش مثلاً هسه من إحنا عندنا امتحان نقرأ قبل الامتحان أو بيوم الامتحان نقرأ أكثر أو نستوعب أكثر؟ ليش؟ لأنه إحنا دا نشتغل تحت الضغط، فهذا الستريس هو يخلي إنه الدماغ يشتغل بصورة أحسن، فيقول الستريس هو مطلوب يعني في بعض الأحيان بس لازم ما يزيد طبعاً. زين فيقول يقول as the stress level builds، يقول إذا استمر الفترة طويلة فإنه رح يسبب لي ضرر بالصحة، harmful to health. stress can exacerbate symptoms in people with pre-existing heart disease and can contribute to high blood pressure. يقول يمكن انه يأتي التوتر الستريس ممكن انه يزيد لي الاعراض بالناس اللي عندهم اصلا امراض قلب، زين يعني انه هي موجودة سابقا، وممكن ايضا انه يسبب لي زيادة بارتفاع ضغط الدم. زين فيقول لهذا فانه for those with high cholesterol، انه الناس اللي عندهم او اللي يعانون من ارتفاع بالكوليسترول، زين يسبب لي شنو؟ يسبب الى neglect of a healthy lifestyle. هذول شنو راح اللي يعني عندهم ارتفاع بنسبة الكوليسترول، هذا راح يؤدي الى اهمال الهيلث لايف ستايل مالتهم، زين such as poor eating habits or not taking a prescribed medication. يقول يعني شنو هاي النيجلت اوف هيلث لايف ستايل، شنو الاهمال بالهيلث لايف ستايل مالتهم؟ مثل شنو؟ مثل poor eating habits or not taking a prescribed medication. sorry هنا شو يقول؟ يقول عادات الاكل السيئه، يعني الـ poor eating habits أو إنه ما يأخذون الأدوية مالتهم. it is important to find time for relaxation، لازم إنه إحنا نأخذ لنا يعني استراحة. simple breathing exercise، التنفس العميق، تمارين التنفس العميق. الـ sport، الرياضة. الـ music، الـ meditation اللي هي التأمل. الـ reading، engaging in hobbies، إنه ممارسة الهوايات. taking a walk، المشي. زين يقول إنه عندي هواية طرق حتى أني أقلل من الستريس، هي هاي الطرق اللي ذكرناها. يقول choose activity which appeal to make regular time for them، فإنه إحنا أو يعني نخصص الأنشطة أو إنه نختار الأنشطة اللي تناسبنا حتى نقلل من الستريس. هنا هو موضح ليها بالصور إنه السليب والتايم مانجمنت، الميديشن اللي هو التأمل، إنه التحدث ويا الأصدقاء، التمارين الرياضية، الهيلث دايت وإلى آخره، كل هاي الشغلات تقلل من الستريس.